إكسبرس. مرحبا بكم. المنتخب الوطني ألغى مباراة الودية اللي كانت مبرمجة نهار الجمعة في الكامرون ضد منتخب السيريون، وبالتالي بيتأجل التحول الكامرون لنهار السبت الجاي اللي كان مبرمج غدوة الخميس. نواصل مع الكان ومرضية مع أخبار منافسنا المنتخب الغامبي ومدربه توم ستانفييت. في تصريح لي لوسائل الإعلام فرنسية قال للاتحاد الغامبي راسل الكاف من أجل تعويض الملاعبية اللي أصيبوا بالكوفيد واللي مشاركتهم في الكان أصبحت محل شك. نذكر ل 16 ملاعبي من منتخب غامبي على 28 حالتهم إيجابية. في المنتخب السنغالي تم اكتشاف 3 حالات كوفيد في صفوف الملاعبية، وزاد كيف كيف مع الاشتباه في عدد حالات أخرى والحصيلة قابلة للارتفاع. المنتخب الجزائري يلعب اليوم مقابلة ودية ضد منتخب غانا في ملعب المدينة التعليمية بقطر بداية بالخمسة نتاع العشية. مدافع النجم الساحلي الجزائري بعلام المصمودي فسخ عقده باللاتراضي مع إدارة النجم الساحلي. في ترجي جزيز تم انتداب بمتوسط الميدان الهجومي يوسف الخميري لمدة تزوز مواسم قادم من مستقبل جيبس. في السوبر التركي اليوم تلعب مباراة السوبر التركي بين بيشكتاس وانتاليا سبور، مباراة تلعب مع السبع غرباع في ملعب أحمد بن علي في الدوحة، وبش تكون منقول على قناة الكاس القطرية. في انجلترا مباراة قمة الليلة في نصف نهائي كاس رابطة المحترفين، بداية من التسع غرباع تجمع تشيلسي بتوتنهام. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزايكا فان.